شكرا على مشاركتكم معنا وتغطية هذا النشاط. رشيد الورديغي رئيس الهيئة المغربية للمقاولات. أكيد هذا اليوم كيعرف هو تنظيم أول نشاط ديال الهيئة في المكتب الجهوي ديال الهيئة بجهة الدار البيضاء بجهة عفوا الرباط لقنيطرة. إذن هذا النشاط بعد ما تأسس المكتب الجهوي وتم انتخاب ديال سي رشيد جقاو هو رئيس المكتب الجهوي مع الأخت سهام أبو عبد الله هي النائبة ديالو الأولى. فطبعا رأينا أننا يكون أول خروج ديال الهيئة في هذا الملتقى الجهوي الأول، واللي اخترنا العنوان آلية الدعم والمواكبة ديال المقاولات. كيف ما كتعرفوا الأهمية ديال هذا الموضوع، أغلب المقاولات الآن خصها يعني الآليات، خصها تعرف ما هو الجديد المسجل، واحد المجموعة ديال البرامج الآن اللي كتشتغل عليها الدولة، واللي حنا بغينا استدعينا الفاعلين في هذه المجالات باش يقدموا ما هو جديد ومستجدد، واحد مجموعه ديال البرامج اللي هي مهمه لا في الوكاله ديال المغرب مقاولات ولا في الوكاله ديال التشغيل ولا في الابناء كذلك حضر معنا. فمشكوره الغرفه التجاره والصناعه انها فتحت لنا الابواب ديال تنظيم هذا النشاط. وبالمناسبه تم التوقيع في الاسابيع القليله الماضيه على اتفاقيه شراكه اللي وقعناها مع الغرفه ديال التجاره والصناعه بالرباط سلام. مشكور سي حسن السخي على المجهودات اللي كيبذل معنا في الحقيقه، وكذلك الحضور ديال مجموعه ديال المؤسسات، المجلس الجهه اللي تا هو شارك معنا في هذا اللقاء، ومجموعه ديال المقاولات اللي كتشكل النسيج المقاولاتي بالجهه. فاحنا ان شاء الله كنطمحوا باش تكون الرباط هي واحد الدعامه اساسيه ديال الهيئه ديالنا، للهيئه الحمد لله الان متواجده واحد مجموعه ديال الجهات منهم طنجة تطوان الحسيمه، الدار البيضاء، فاس مكناس، وحنا مقبلين على جهات اخرى. بالمناسبه كذلك فالجهه فالهيئه ستنظم وتتعقد مؤتمرها الوطني الاول في الشهر المقبل ان شاء الله، واللي غتكون هي انطلاقه وطنيه باش تكون الهيئه حاضره وكتمثل المقاولات الصغيره ولا الصغيره جدا ولا المتوسطه. فشكرا مجددا على حضوركم، وكنتمنى يكون ان شاء الله نجاح الاشغال ديال هذا اللقاء اللي كنتمنى يكون يعود بالفائده ويعود بالاستفاده كذلك المجموعه ديال المقاولات اللي حاضرين معنا. هذا النهار كان كتنظم الهيئه الوطنيه لجهه الرباط سلاح القنيطره الملتقى الوطني للهيئه اللي ان شاء الله غادي يكون انطلاقه لمقاولين مبتدئين. ان شاء الله كانت هذه الهيئه اللي كانت الانطلاقه ديالها من طنجه، واللي دابا الهيئه غطات اكثر من 5 ديال الجهات على الصعيد الوطني و3 ديال الجهات وحدين اخرين اللي في طور الانجاز. وان شاء الله بحول الله كنتمناو انه المقاولين الشباب والمقاولات انهم يلتحقوا بنا، وانها تكون واحد البدايه لمشجعه، واحد البدايه واحد التحفيز لهذا الشباب الطموح، وهذا الشباب اللي باغي ان شاء الله يمشي في المغرب، يمشي بالمغرب بعيد ان شاء الله بحول الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.